السلام عليكم وأسعد الله صباحكم. لا تخلو صفحات الفيسبوك في الأيام الأخيرة من الحديث عن عيد الأضحى المبارك والأغنام الرومانية. وقبل الخوض في تفاصيل، يرجى متابعة الفيديو للأخير. قال العديد من الجزائريين الناشطين على الفيسبوك أنهم سيشترون هذه السنة الخروف الروماني كأضحية لعيد الأضحى المبارك نظرا لسعره المعقول، ولكن وما يجهله الكثيرون أن هذه الأغنام المستوردة يتم استيرادها وتوجيهها للذبح مباشرة ولا تباع حية، وهو ما أكدته الجزائرية للحوم الحمراء في بيان رسمي نشرته العديد من الوسائل الإعلامية. وبالتالي فإن المواطنين الجزائريين ملزمون باقتناء الأضحية المحلية باهظة الثمن.